فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت أشك هل النصراني قد ذبح هذه الذبيحة وذكر اسم الله أو ذكر اسم عيسى أو مريم، هل يجوز لي أن أكل هذه الذبيحة؟ الله أباح لنا أكل ذبائحهم مطلقة، ولم يشترط أنهم يذكرون عليها كذا أو كذا. نعم. فضيلة الشيخ، إنما يشترط أن يكونوا ذبحوها على الطريقة الشرعية في محل الزكاة وقطعوا ما يجب قطعه. نعم.